اهلا بكم في ساينس بايتس. انا احمد ابراهيم. اتكلمنا مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت عن السيلولار ريسبيريشن، فاتكلمنا على الجلايكوليسيس واتكلمنا على السيتريك اسيد سايكل، وفي الفيديو ده هنتكلم على اخر خطوه في السيلولار ريسبيريشن الا وهي الالكترون ترانسبورت تشين او الاوكسيديتيف فوسفورايليشن. احب قبل ما ابتدي اقول لكم ان احنا لسه جوه الميتوكوندريا. الكريب سايكل حصلت في الميتوكوندريا والالكترون ترانسبورت تشين برضو جوه الميتوكوندريا. ادي الميتوكوندريا اهي، في ممبرين جوه الميتوكوندريا عباره عن تنايات كده. التنايات دي هنسميها كريستا او جمع كريستاي. الممبرين ده ممبرين عادي ومش عادي. عادي ان هو فوسفوليبيد بايلير زي الممبرين بتاع الميتوكوندريا نفسها، زي الممبرين بتاع الخليه. ومش عادي لانه فيه بروتينز معينه، البروتينز دي هي اللي هتعمل لنا الالكترون ترانسبورت تشين. من اسمها الكترون ترانسبورت تشين، يعني السلسله اللي هتعدي فيها الالكترونات. طب معلش يعني هتيجي منين الالكترونات دي؟ فاكرين احنا كنا طلعنا من جلايكوليسيس وكريب سايكل ب 10 ناد اتش و2 فاد اتش2، صح؟ وقلنا ان دول عباره عن بطاريات وهنحولهم بعد كده لاي تي بي. هي دي الخطوه اللي بنتكلم عليها. فتعالوا نتعرف على الالكترون ترانسبورت تشين، بعد كده نشوف ازاي الناد اتش والفاد اتش2 هيتحولوا لاي تي بي. مبدئيا ببساطة الالكترون ترانسبورت تشين عبارة عن أربعة كومبلكسز. الكومبلكسز دي عبارة عن بروتينز كبيرة شوية فبيسموها كومبلكس، من كومبلكس واحد لكومبلكس أربعة، بلس في كاريرز صغيرين كده شيالين. واحد اسمه Q10 وده شيال هياخد الكترونز من كومبلكس 1 و 2 ويوديهم لكومبلكس 3، والشيال التاني اللي هو سيتوكروم سي وده هيتحرك ياخد الكترونز من كومبلكس 3 ويوديها لكومبلكس 4. يبقى احنا عندنا 4 كومبلكس بروتينز و2 كاريرز. طبعا البروتينات دي ليها اسامي بس احنا بنقول من 1 ل 4 من باب الاختصار. ممكن نقول اساميها بسرعه بعد كده ما نتكلمش عليها تاني. كومبلكس 1 اسمه ناد اتش دي هيدروجينيز، وكومبلكس 2 اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، وكومبلكس 3 اسمه كوينزيم كيو سيتوكروم سي ريدكتيز. يعني باختصار ممكن نفتكره ان هو اللي هيعمل ريدكشن للسيتوكروم سي. يعني هيعمل له ريدكشن، يعني هيديله الكترون، فسيتوكروم سي هياخد منه الالكترون فيبقى ريديوست. وبالتالي كومبلكس 4 هيبقى اسمه ايه؟ سيتوكروم سي اوكسيديز، لان هو اللي هياخد الالكترون من سيتوكروم سي. نرجع بقى نسميهم كومبلكسز من 1 ل 4. واخيرا عندنا انزيم ضخم كبير جوه الممبرين برضو اسمه اي تي بي سينثيز. ايوه بس مش هنتكلم عليه دلوقتي. نرجع تاني للناد اتش علشان نحكي القصه من الاول. الناد اتش عنده قابليه ان هو يتبرع بالالكترونية اللي عنده، او ممكن نقول ان الالكترون مش مرتاحة معاه قوي، فيقوم مدي الالكترون بتاعته لكومبلكس 1 ويتحول طبعا هو الناد، يخش بقى هو تاني كريبس سايكل يتصرف، يعني ملناش دعوة. وكوينزيم كيو راح واخد الالكترون موديها لكومبلكس 3، وبعدين سيتوكروم سي راح واخد الالكترون موديها لكومبلكس 4، وبعدين كومبلكس 4 يروح واخد الالكترون ومديها لحاجة اسمها فاينل الكترون اكسبتور، اخر حاجة هتتبنى الالكترون، اخر حاجه الالكترون هتبقى مرتاحه معاها. الحقيقه يا جماعه ان الحاجه اللي الالكترون لقت معاها نفسها هي الاكسجين. ايوه فاكرين الايكويشن بتاعه السيلولار ريسبيريشن اصلا كان فيها اكسجين بس عمرنا ما اتكلمنا عنه قبل كده. هو ده دوره هنا، هو الفاينل الكترون اكسبتور. تتقسم الاكسجين موليكيول وكل نص اكسجين تاخد الكترون وتتحول بعد كده لووتر. يبقى في الخطوه دي بس ظهر دور الاكسجين وظهرت الميه كبرودكت. حلو. طب ولا مؤاخذه يعني الكلام ده حصل ببلاش؟ يعني الالكترون تعبه نفسها ورايحه جايه وكل ده كان ببلاش؟ لا، الالكترون وهي بتتحرك من كومبلكس لكومبلكس في طاقه بتخرج منها، وعشان الخليه تستفيد بالطاقه دي بتعمل حاجه مهمه جدا. بتستخدم الطاقه دي في ان هي تضخ بروتونز من الماتريكس اللي جوه الميتوكوندري للانتر ممبرين سبيس اللي هي الحته دي، وده بيسبب حاجه اسمها الكتروكيميكال جريدينت. طول ما الالكترون بتتحرك، طول ما هي بتطلع طاقه والطاقه دي بتستخدمها الخليه ان هي تضخ بروتونز من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس. بقى في دلوقتي بروتونز كتير جوه الانتر ممبرين سبيس مقابل حبه قليله قوي جوه الماتريكس. فعايزين يعملوا ايه؟ عايزين يرجعوا تاني، عايزين يعملوا بالانس، بس مش عارفين يرجعوا ازاي. يجي بقى دور مين؟ الـ ATP synthase. البروتين ده بروتين ضخم جدا، ويعني عامل زي بوابة المول، يخش منه الهيدروجين ايونز تقوم البوابة دي تلف، والبوابة بتلف تلزق ادينوزين داي فوسفيت ABP مع فوسفيت،
فتعمل لنا أدينوزين تراي فوسفيت أو ATP، وتبقى كده الخلايا عملت استغلال سليم للطاقة بتاعة الإلكترونز، لأن كان ممكن من الأول الناد H يدي الإلكترون بتاعته للأكسجين ويبقى الموضوع خلص خلاص، مش هتدي طاقة، لا هتدي طاقة وطاقة كبيرة جدا كمان، بس مش هتعرف تستعملها. لكن بالطريقة دي الخلية، وبالتالي انت طبعا عرفت تستفيد بالطاقة. نيجي بقى للحسابات. لو بصيت في كذا تكست بوك هتلاقي كلام مختلف، لان هما مش متفقين قوي في عدد الـ ATP اللي بيطلع من الأكسيدات الفوسفوريليشن، ولكن تقريبا كل ناد H بتطلع 2.5 ATP وكل فات H2 بتطلع 1.5 ATP. الريفرنس طبعا هحطه لك في الديسكريبشن. طب ليه الفاد H2 بيطلع ATP اقل من الناد H؟ عشان الفاد H2 ما عندوش نفس القابلية انه يبرع بالالكترون بتاعته زي الناد H. الناد H اول لما بيخش الالكترون ترانسبورت تشين بيروح مدي الالكترون بتاعته الكومبلكس 1، الفاد H لا، بيخش متأخر شوية فبيدي الالكترون بتاعته الكومبلكس 2، وبالتالي نسبة البروتونز اللي هتتضخ من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس بسبب الفاد H2 اقل من اللي كان بيعملها الناد H، وبالتالي الهيدروجين ايونز اللي هتخش في الاي تي بي سينثيز هتبقى اقل، فتتسبب في اي تي بي اقل من اللي كان بيعمله الناد H. نرجع تاني للحسبة. عندنا حوالي 10 ناد H من الجلايكوليسيس وكريب سايكل، 10 في 2.5 حوالي 25، و2 فاد H2 كل واحد ب1.5 يعني 3 اي تي بي، و4 ATP اصلا كانوا جاهزين، يبقى الناتج بتاعنا حوالي 32 ATP. احنا ممكن نعمل حلقه كامله على موضوع الارقام بتاعه الاي تي بي ده، عشان زمان كان في كلام ودلوقتي بقى في كلام، فممكن نتكلم فيها. ونبقى كده خلصنا مع بعض السيلولر ريسبيريشن. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.